أولياء التلاميذ، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا النموذج السابع لاختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية السنة الرابعة. الموضوع موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف للتحميل. لا تنسوا الدخول على القناة، الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. التمرين الأول: يعتبر التراث الوطني بنوعه رمز وجود الأمة عبر التاريخ، وعلينا المحافظة عليه وترقيته. في فقرة وجيزة اذكر أهم الاقتراحات للحفاظ عليه. إذا التراث الوطني بنوعين: التراث المادي واللا مادي، ملموس غير ملموس. هو رمز وجود الأمة عبر التاريخ، يجب المحافظة عليه. في فقرة صغيرة نكتب الاقتراحات كي نحافظ على هذا التراث. أولا، يجب إقامة مهرجانات شعبية، معارض وطنية ودولية للتعريف مثلا بالألبسة التقليدية، تعريف كذلك بالأكلات الشعبية. نقيم هذه المعارض. إذا أولا إقامة مهرجانات شعبية ومعارض وطنية ودولية. كذلك تشجيع الأطفال على اللباس التقليدي وتشجيع الأطفال اللباس التقليدي. كذلك بناء المتاحف وبناء المتاحف كذلك أيضا ترميم البنايات التراثية المتصدعة كمثال جدار القصبة، يجب ترميم هذه البنايات. إذا هو ترميم البنايات المتصدعة. إذا من بين الاقتراحات للحفاظ على التراث: إقامة مهرجانات شعبية، معارض وطنية ودولية، تشجيع الأطفال على اللباس التقليدي، بناء المتاحف، وترميم البنايات التراثية المتصدعة. التمرين الثاني: أكمل الناقص بما يناسب. توجد في الجزائر محميات طبيعية منتشرة عبر الوطن، منها إذا في الجزائر يوجد 10 محميات طبيعية منتشرة عبر كامل الوطن. نذكر منها 3 محميات: محمية الطاسيلي، موجودة بولاية إليسي، محمية الثانية محمية الشريعة، موجودة بولاية البليدة، محمية طازة، موجودة بولاية جيجل. نذكر 3 أمثلة عن المحميات: محمية الطاسيلي، محمية الشريعة، ومحمية طاس. الوضعية الإدماجية: أصنف التراث إلى نوعين حسب الجدول. الجدول
التراث المادي، التراث اللامادي، الملموس غير الملموس، أناشيد ومدائح دينية، برنوس، الترويزة، محراث خشبي، أهالي القرارة، شعر شعبي، قربة، مغزل. إذن الأناشيد والمدائح الدينية هي تراث غير ملموس، اللامادي. برنوس من الألبسة التقليدية، تراث مادي. الترويزة من العادات الحامدة في المجتمع الجزائري، العادات هي تراث لا مادي. محراث خشبي، محراث أداة لحرث الأرض، أدوات كلها تراث مادي، محراث خشبي. محراث خشبي. أهالي القرارة، تراث غير ملموس. الشعر الشعبي، الشعر، أناشيد، مدائح، كلها تراث اللامادي. لدينا القربة، القربة هي وعاء من جلد يستخدم لحفظ الماء وتبريده، وعاء من الأدوات، إذن التراث المادي. مغزل كذلك أداة قديمة يغزل بها الصوف والقطن، إذن أدوات التراث المادي. التراث المادي الملموس وزن البرنوس، محراث خشبي، قربة، مغزل. بينما الأناشيد المدائح الدينية، أهالي، الشعر الشعبي، كذلك التويزة، كلها من التراث اللامادي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.